ها هي خرجتها من الفران، كيف جاتكم؟ تبارك الله عالية. انا من كنت خايفة ملي شتا طلعت في الفران، نصحابها غادي تلصق مع الحواشي تاع التحت، ما درت تاع الفوق ما درتهمش بالزبدة، ولكن الحمد لله انا بغيتها كيما في الصورة. اذا غادي نرشها بشوية ديال السكر كلاصي، طيب بحال هكا هي راه فيها السكر. هاد الوصفة للاسف ما نقدرش نقسم منها السكر الداخل، حيت داكشي اللي فيها الميكس راه هو هذاك. اذا تبارك الله ها هي جات منفوخه، جات زوينه تبارك الله. انا غادي نقسمها معكم وتشوفوا كيفاش دايره من الداخل. بسم الله، بقى سخونه. شوف تبارك الله اسفنجية. حيت شادة التليفون بيد جبدها. بسم الله بقى سخونة، ها هي ها هي تبارك الله. شوفوا زوينة والله. اذا هانتم البنات، اذا لقيتوا هذا الدقيق كيتباع عند الناس اللي عندهم مواد بدون جلوتين، اللي جا لاسبانيا ولقى هذا الدقيق غير ياخذه، راه زوين والنتيجة رائعة. حيت شي بنات جربوه ولكن ما داروش الوصفة اللي مكتوبة وما صدقتش معاهم، وصيفطوا لي الصور وقلت لهم للاسف زعما ضيعتوه هكاك، ما سولو ما والو على الوصفه شنو يديروا. دابا هانتوما هاي الوصفه عندكم بالفيديو، تبارك الله زوينه طالعه. شو قداش ما شاء الله. يلا البنات ان شاء الله بغيتو تجربوها، لقيتو هاد الدقيق شفتوه غير زعمو عليه. يلا السلام عليكم. تبارك الله شوفوا كيفاش دايره. اوبس شوفوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كما كتشوفوا معايا غادي نجربوا اليوم هاد الدقيق ديال ميركادونا. راه معروف المواد ديال ميركادونا راه كاينين في المغرب، اذا الناس كياخذوه حيت مكتوب سبليونيه. بزاف الناس ما كيعرفوش اشنو يديروا، واخا راهم دايرين هنايا، ولكن من الاحسن تشوفوا الطريقه ديالو باش ان شاء الله الا جاكم وشريتوه ولا غادي تعرفوا كيفاش تستعملوه. اذا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير هنا ربعه البيضات، ليا واحد القشرة غنحيدها. وغادي ندير شوية الملحة صافي، وغادي نطرب صافي. كما كتشوفوا درت ربعة البيضات، درت قبسة ديال الملح وبقيت كنطرب. حيت الصوت حيت كاين شويه صداع تاع الماكينه، مبغيتش نزعجكم به. كما كتشوفوا تما غنبقى نطرب واحد شويه حتى كنشوفوا طرب مزيان. وغادي نزيد 300 غرام ديال القشطه الطريه، هانتوما البيض كيفاش. ودابا القشطه الطريه 300 غرام، هاد الباكيه ونص، هاد الباكيه فيها 200. غادي نبدا نخوي بشويه بشويه مع التطريب، غنبقى نطرب. هانتوما كتشوفوا الطريقه،
هانتوما كيفاش. ودابا غدا نبدا نزيد في داك الميكس حتى هو بشويه بشويه ومع التطريب. صافي غنكمل باقي ونطرب مزيان. صافي غنزيد نطرب حتى يبان لي العناصر كلهم منسجمو مع بعضهم. هانتوما القوام كيفاش داير. صافي ها هو على هذا الشكل. غادي نديرو هنايا حيت شهيت بحال في الصوره ان شاء الله بحال هذه الصوره. داكشي خديت هذا المول حتى هو هكا درت فيه الزبده ورشيتو بالدقيق مايزينا او دقيق الروز او انا درت بالدقيق مايزينا. وغادي نخوي الخليط صافي وغادي نديرو في الفرن حتى يطيب 180 درجة 40 دقيقة وعادي نشعل الفوق. وديك الساعة غادي نقلبها. راه معروف تقلاب الكيك وهو كتخشي واحد العويد الا خرج مزيان. الا خرج ناشف راه صافي الكيك هي هذيك استوت طابت. ها هي غنخشيها دابا في الفران ونتلاقاو من بعد. فعلا البنات 40 دقيقة قد 35 دقيقة غير من التحت واخر 5 دقائق شعلت الفرفارة والفوق.